إذا نشكر أكيد العارضات وراح نتوجه بأول سؤال دائما يقول ليديز فيرست ومع المصممة أمل المراد. أمل بغيت بس أسألك عن مستوى المشتركات وكيف شايفة المسابقة بشكل عام؟ إيش اللي يختلف عن السنة اللي فاتت والسنة هذه؟ في اختلاف كثير كثير بالمسابقة العام الماضي والعام هذا. العام الماضي كل متسابقة قدرت تسوي عباية وحدة بس المرة هذه يعني اللي شاركوا ويانا لحد الحين وصلوا 7 عبايات فكل أسبوع معناته رصيد أكثر من الخبرة في مجال التصميم وفي مجال التصنيع نفسه بالضبط. اختبارهم للألوان، اختبارهم للأقمشة، فرصيد كبير من الخبرات اللي انضاف لهم. فأشوف الاستفادة للبنات بالذات كانت استفادة كثيرة في المرحلة في المرة هاي، والظهور الإعلامي كذلك تواجدهم على شاشة الام بي سي طبعا أكثر وأكثر كانت. فيعني أعتقد أن حصلوا فرصة كثيرة أكبر من العام الماضي ويعني محظوظين بوجودهم على شاشة الام بي سي. أتمنى لهم التوفيق أكيد الجميع. وأيضا رجل الأعمال والمصمم محمد سمحان، أول شيء أشكرك على العباية اللي أهديتوني إياها، يعني حمى المونديال منتشرة في كل مكان حتى في العبايات، فاليوم اذا رحت تابعت البرازيل راح البسها اكيد. نتمنى تفوز البرازيل ان شاء الله. ان شاء الله. انت برازيلي؟ انا برازيلي. راح نتابعها سوا اذا. ان شاء الله. طيب نسالك كمان عن تطور المشتركات معنا، وبالذات احنا نعرف انكم انتم ظليتوا معاهم اول باول خطوه بخطوه وتعطوهم دائما نصائح، كيف شفتوا تطورهم من اول حلقه لحد اليوم؟ حقيقه يمكن الثمان مشاركات انا مقسمهم الى قسمين، قسم محترفين مثل سميحة وصفاء وهم مصممات طبعا، والقسم الاخر اللي هو الهاويات اللي هم وفاء عمر وهند وآية وشذا وسهير. طبعا في تطور ملحوظ على المسابقة من خلال المتسابقات، في المتسابقة فاطمة اللي هي من العراق. الحقيقة في البداية أنا لما كانت في أول أسبوع ما كنت أتوقع أنها تستمر معنا في هذه المراحل الطويلة، يعني هي اللي لفتت انتباهي بشكل كبير أنها تطور مستواها من يعني حاجة صغيرة إلى حاجة كبيرة، أنها تنافس على المقدمة ما كنت أتوقع. فالحقيقة أنا أعتبرها من المتسابقات اللي يعني أثاروا إعجابي جدا أني أنا أكسبها حتى لو في مصنعي في العمل معنا يعني. وهذا اللي كان واضح من خلال المشتركة حق الموسم الأول شوق طاهر، واللي ذكرت أنك أنت ظليت معاها إلى اليوم. يعطيك ألف عافية وشكرا لك أكيد. الله يطول عمرك، شكرا جزيلا. الكل يعني متحمس، الكل يبغى يعرف نتيجة التصويت ومين فاز معنا اليوم. عشان كذا مشاهدين أعتقد احنا وصلنا إلى نهاية مشوار كان رائع جدا، حقق ربما أحلام شابات طموحات، حلمنا وصممنا وكانت طبعا عزيمتهم دائما في محل الثقة. مين هي الفائزة بمسابقة أروع عباية لهذا الموسم؟ مين اللي راح تأخذ لقب الفائزة؟ ومين اللي راح تحصل على 50,000 ريال سعودي؟ هل هي وفاء عمر من الإمارات أو هي آية عبد الله من مصر؟ من هي المشتركة اللي حصلت على أعلى نسبة من التصويت؟ تصويتكم أنتوا يا مشاهدينا. المفروض أن تكون النتيجة وصلت وأصبحت بين أيدي أعضاء لجنة التحكيم، وراح نشوف مين اللي راح يعلن. مين اللي راح يعلن؟ وين النتيجة يا شباب؟ اعطونا اياها. احد يعطينا النتيجة؟ كلنا على احر من الجمر نعرف نتيجة التصويت. وطبعا اصلا بس حبيت انوه انه وصول المشتركات الثمانية الى هذه المسابقة من اصل 800 مشتركة و700 مشتركة وشيء طبعا، يعني هذا بحد ذاته انجاز. اذا انا راح اخذ النتيجة رغم اني انا اكره هذا الشيء. شكرا. يعني ما ادري ليش اعطيتوني يعني انه انا اللي اقول النتيجه اليوم، ما كانت موجوده على طول عند السيده محمد وعند امل. اذا اقول مين الفايزه فيكم؟ هو مبروك دائما طبعا للثمانيه بس اللي حصلت. طيب حطوا لنا موسيقى كذا تشويقيه، دقات قلب، حاجه. انا ما راح اصير شريره اكثر، ما راح اكون شريره اكثر. طبعا نشكر اول شيء لجنه التحكيم اللي كانوا معنا، نشكر الاعلاميه والمصممه ايضا وصديقتنا هبه، والشكر دائما لزميلتنا الاء اللي ظلت موجوده مع الفقره من اول حلقه الى اليوم وتعبت اول باول وناضلت. شكر لك الاء. والحين راح اقول لكم مين النتيجه. الفائزه هي ايه عبد الله من مصر. We'll be right back.
التحيات مرة ثانية الثمانية اللي موجودين معنا وفاء. نتمنى لك التوفيق. الله يسلمك. آية. أوه ترتجف. تراها ترجف. طبعا الشيك جايك بالطريق. طبعا إذا يتفضلوا معنا لجنة التحكيم بتشريفنا. آية تفضلي. إذا ممكن هي للكاميرا راح ناخذ هنا بهالطريقة. طيب آية ما معها مايك بس أنا راح أسلفها مايكي وأسألها. شكرا. أيوة الخمسين ألف وين راح تروح يا آية؟ حطها في مصاريفي في الجامعة لأن أنا بدرس طب أسنان فحطها في مصاريفي الجامعة. يعني بكرة ممكن نسمع الدكتورة المصممة آية عبد الله. إن شاء الله. إن شاء الله. أكيد بالعكس لأنك أنت موهوبة وصلتي أيضا. لا تنسي يعني لجنة التحكيم هنا كمان ساندوكي وأيضا في مشاهدين كثير صوتوا لك. طبعا أنا بشكر كل صوتوا لي. بشكر أستاذ محمد السمحين على كل عمل هنا وإنه وفر لنا الخامات في المصنع وأستاذ أمل مراد إنها تعبت معنا كثير وبشكر كل وآلاء اللي دافت وين آلاء؟ أستاذة آلاء العوادي تعبناها كثير كثير يعني عملت معنا مجهود كبير. أحد الجنود المجهود. طبعا بشكرك على الزاين وبشكر كل برنامج الام بي سي. شكرا. شكرا لك آية. نتمنى لك كل التوفيق وايضا طبعا نتمنى للمسابقات السبع المتبقيات كل التوفيق. نسمع عنكم دائما اخبار حلوه ان شاء الله. اذا وين يا ازنيف؟ الله يعينك على الشك. عباية جديده دائما. اختاري شامبو العباية بيرسيل. ابدا. مشاهدينا مثل ما عودناكم للاسف فدائما نضطر حين نودع اللي في امريكا واللي في اوروبا. راح نتابع دائما مع حيدر الوسار واصداء الرياضه والمونديال والحمى المنتشره الان في كل العالم. لكن بعد الفاصل الاخير ابقوا معنا كرم الله امرك.